فلي اي حقيه ان انا اشرف على مشروع صرف سياحي شغال وابص على اقطاره واحدده ولا اشتغل فيه هندسيا ولا استلمه تمام؟ ولكن المنوط بهذا الموضوع هو شركه الصرف الصحي، صح يا فندم؟ انا بتكلم خلينا واقعيين هذا واذا احتكمنا للقانون في اي حادثه او وقعه قدام النيابه وكلنا امام النيابه قدام من اول الرئيس لحد مواطنين هتسال امام النيابه انا دخلت ليه في شركه الصرف الصحي؟ وليه دخلت في الشبكه؟ وليه اتعاملت معاها؟ وممكن انت فلان نزلته الباكابورت ده تخش سجن ورغم ذلك رؤساء الاحياء واستاذ المحافظه ورؤساء الاحياء عملوا جوه خرقوا تسليك داخليه واشتروا خرزان وبيشتغلوا بمعدات كباش ونافوري ومدبغه وعباد كسح وشغالين بنسبه 50% مشاركه اعمال مع شركه الصرف الصحي وهذا دون اختصاصات الا ان الواجب الوطني والاخلاقي والضميري مخلي رؤساء الاحياء بيقوموا بدور مش دورهم ولا ياخدوا عليه لا حوافز ولا فلوس.